الدجال. يعني شلون تطلع بجرايدكم انتو خميني الدجال؟ هم هم يقولون خميني الدجال المعارضة الإيرانية، هم احنا منسقين وياهم، لكن هم ايضا بالتعامل اكتشفوا بانه انسان دجال ومشعوذ. جاوبنا، ما ظل مسحة سلمي اذا ما جاوبنا وياه، ما ظلت وساطة اذا ما قلنا نعم، ما ظل مقترح يحافظ على سيادتنا وعلى سيادتهم وعلى كرامتنا وكرامتهم وعلى امننا وامنهم وعلى حقوقنا وحقوقهم الا وقلنا نعم. ما هو الطريق؟ القتال، القتال حتى النصر، دفاع عن الوطن وعن الشرف حتى النصر بعون الله. شو نسوي؟ نقاتل، والمقابل هو علي أن يلين. احنا ما ظل عندنا نقدمه للين، كل ما عندنا في قاموس اللين والسياسة قدمنا، فلم يبقى إلا أن نقاتل. تعجيزه هو الذي يقرب السلام، عندما يعجز يقبل بطريق السلام. والخميني مو رجل دين، اللي يوصف بأنه رجل دين ولأنه رجل دين متعصب وغبي لا يفهم في السياسة فهو واهم. الخميني سياسي، والخميني عندما يدرك أنه يخسر أكثر مما يربح يقيم السلام حتى هو حي وبقرار منه، لأن الخميني استخدم السياسة في كل ميدان، ويا الإسرائيليين استخدمها واشترى السلاح بقرار منه، ويا الأمريكان لقى عدد من المليارات لعب بقضايا الرهائن ثم أطلقهم بقرار منه. فهو سياسي، لكن سياسي يقيم الحسابات على أساس ما يربح وما يخسر. فالمسلك اللي يعتقد أنه هو استنفذ ولم يعد يربح منه سيغير بمسلك آخر.